سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وبسطت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد وإبطال الكفر والإلحاد والتنديد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك اتباع السنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم
وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد، اللهم اغفر له وارحم، اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم اغفر له ولجميع من تولى ولاية هذه البلاد المباركة ووالدينا والمسلمين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ومغفرة منك ورضوانا يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا وبارئنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. إلى من نلتجئ وأنت الغفور القادر، وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم يا منان، وفق عبدك سلمان إلى ما فيه الخير والبر والإحسان. نسألك يا الله أن توفق ولي عهده محمد بن سلمان إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لكل خير، وبارك في أعمالهم وأعمارهم. اللهم اجعلهم موفقين مباركين أينما كانوا، واجعل ما قدموا للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما ولنصرة الأشقاء في موازين أعمالهم الصالحة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة المحتلين الغاصبين المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم لا تمكن لأعدائك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وكما جمعتنا في هذا الحرم الآمن فاجمعنا في المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتب له عظيم المثوبة والأجر ومحي عنه كل ذنب ووزر. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونورها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالعطايا، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخاضعين الخائفين الوجلين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وفاضت لك عيونهم فاللهم تقبلنا في هذه الليلة المباركة، واغفر ذنوبنا، واغسل حوبنا يا ذا الجلال والإكرام، وثبِّت حجَّتنا، وسدِّد ألسنتنا، واسلُل سخائم صدورنا. اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وعملٍ متقبلٍ مبرور يا عزيز يا غفور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصُرهم في فلسطين، اللهم انصُرهم في فلسطين، اللهم انصُرهم في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصُرهم يا ناصر المستضعفين. إلهنا ضاقت بنا السبل وضاقت بنا الحيل، فيا الله حقق نصرك لأوليائك. اللهم أنزل فرجك وعافيتك لإخوتنا المتضررين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الفقر، اللهم ارفع الفقر والجوع والأمراض عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم، اللهم احفظ دينهم وعقيدتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال، وأعذهم من الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظهم من التحرر والانهزامية والانحلال يا كبير يا متعال. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، نحن ووالدينا والمسلمين ومن حضر معنا ومن شاهدنا، من جميعا علينا بالعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، والجنة دار السلام، ووصفت ليلة القدر بالسلام،
اللهم عمنا بالأمن والسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا، وحصن حدودنا، واحفظ بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، من شر الأشرار وكيد الفجار ومن حقد الحاقدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا وآذى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ووفق رجال أمننا الذين يعملون في خدمة الحرمين الشريفين وحراسة ثغورنا وحدودنا، ووفق كل العاملين لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه دائما وأبدا على شريف الخصال وكريم السجايا وشريف الخصال نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. الله أكبر. الله